مساء الخير على حضراتكم، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج 90 دقيقه. النهارده حقيقي هناقش معاكم عدد من القضايا المهمه. طبعا في مقدمتها واهمها يعني من وجهه نظري تحرك الحكومه لوقف نزيف ارتفاع الاسعار. كويس؟ هنتكلم عن ايه فيها؟ هنتكلم عن لجان خاصه شكلتها الحكومة بالتعاون بين عدد من الهيئات والوزارات. مهمتها الأساسية هي ضبط الأسواق ومصادرة أي بضائع لا تلتزم أو لا يلتزم مصنعوها بالمواصفات. هتضبط طبعا المتلاعبين وهتحلهم إلى النيابة العامة مباشرة. كويس كده؟ طيب، أيضا تطبيق عقوبات بتوصل للحبس من سنة إلى سنتين، أما الغرامة المالية فمن 100,000 لحد يعني ما تعدش بقى. ده ملف أعتقد ده كان مهم جدا الفترة الجاية. طب إيه الملف الثاني هنتكلم عنه النهاردة؟ هو دور هيئة البريد المصرية في تحقيق خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي. هنعرف إيه هي صور المشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كمان هنحتفل بقى باليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، فلسطين التي ترفض الحصار، فلسطين التي ترفض الهزيمة مهما كانت الخسائر في الأرواح حتى في المنشآت. ده هم لهم قوة وعزيمة. هنسلط الضوء أيضا على الدور المصري عبر التاريخ في مساندة ودعم أهالينا في فلسطين. ده كان يعني البداية بتاعتنا في حلقتنا النهاردة، بس خليني أبدأ معكم مباشرة بأول خبر. اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية. ده كان بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه ايه بقى؟ تجاه التقنيات والتقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والاقليمية. ووجه في هذا الصدد بمواصلة بقى ايه؟ العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية عشان نعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، وده بيضمن حماية المواطنين من أثرها السلبية، مع تعزيز طبعا العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، ووجه في هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الراهنة ويضمن حماية المواطن من الآثار السلبية لتلك التقلبات، مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي. طيب، الحكومة بتتحرك بشكل جاد جدا جدا لردع أي محاولة للتلاعب بأسعار السلع الغذائية. كلنا شفنا الكام يوم اللي فاتوا موضوع السكر، وإزاي إن في مظاهر كده لحجب هذه السلعة من الأسواق. دايما كانت قرارات الحكومة مواجهة الارتفاع العشوائي في الأسعار، وعشان كده كشف الدكتور علي المصرحي وزير التموين عن ايه؟
قال لك عن لجان مشتركة اتشكلت من وزارة التموين والصناعة والتنمية المحلية مع مباحث التموين. شغلها بقى هيكون ايه؟ انها هتعمل حملات يومية هتغطي كل المناطق والقرى والاحياء. طب مسؤوليتها هتكون عن ايه؟ تحدد الاحتياجات الحقيقية من السلع اللي بتحتاجها كل محافظة. القاهرة غير اسكندرية غير اسوان غير الاقصر. دي لها تعداد سكاني، ده لها تعداد سكاني، ده لها وضع معين وهكذا. ايضا هتتابع ارصدة السلع المخصصة لكل منطقة. ايه الاهم؟ ايه الاهم كمان؟ ان دور اللجان ايه؟ ضبط المتلاعبين واحالتهم الى النيابة العامة المختصة ومصادرة السلعة نفسها المضبوطة، سواء كانت السلعة دي مضبوطة في محلات او مضبوطة في مخازن. مظبوط؟ لان ده شيء مهم يعني. طب الاهم ايه؟ تطبيق عقوبات بتوصل للحبس من سنة لسنتين وغرامة من 100,000 تقريبا لحد 2,000,000 جنيه. طيب معايا دلوقتي سيادة اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق. مساء الخير عليك يا فندم. النور يا فندم، اهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. منورنا يا فندم. سيادة اللواء خليني اكلمك عن هذه القرارات التي صدرت من اجل ضبط الاسواق، شايفها رادعة وكفاية ولا لا؟ بص حضرتك، هو ده توجه الدولة، توجيهات السيد الرئيس واهتمامه التام ومتابعته التامة لمنظومة ضبط الاسواق، وتأكيدا على ان محور اهتمام الدولة هو المواطن. الدولة حريصة تمام الحرص على ضرورة وجود احتياطي استراتيجي كافي من السلع المختلفة، ضرورة وجود رقابة على الأسواق، لأن توافر السلع بدون وجود رقابة لا فائدة منه. تحرك أجهزة الدولة والسيد رئيس مجلس الوزراء والتوجيه بتشكيل لجان لمتابعة وضبط الأسواق بشكل مستمر وتوجه محترم يأتي في إطار توجهات الدولة، في إطار توجهات السيد الرئيس. الرقابة جزء مهم جدا منها هو التنسيق بين كل الأجهزة. صحيح، يعني حضرتك أشرت إلى أن قرار السيد وزير التموين بالتنسيق بين مباحث التموين والإدارة المحلية والتموين والصناعة والتنمية المحلية. مظبوط. والصناعة لا، أنا أفندم لازم أساسي فيهم جهاز حماية المستهلك. تمام. لأنه الجهاز يملك قانون 181 سنة 2018، قانون قوي ولائحة تنفيذية تنظم تنفيذ القانون. لأن الإيجابية في الرقابة هي من التنسيق. بس الخبر ما نزلش فيه للأمانة يا فندم جهاز حماية المستهلك. ما أنا عشان كده بقول لحضرتك، أنا بلفت النظر بس إن لابد أن يكون جهاز حماية المستهلك هو ضمن الأجهزة أو اللجنة دي، لأن أنا بنزل عشان أنفذ قانون. طب قانون حماية المستهلك هنفذه والجهاز مش موجود في اللجنة؟ لا، مطلوب الجهاز يبقى موجود في اللجنة مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، ولهم دور قوي جدا ومهم. وهم في التنسيق تمام، بتبقوا أقوى جهة في التنسيق مع الأجهزة المعنية. وزارة التموين والرقابة التموينية العمل المتناسق. وأنا اقترحت قبل كده أن اللجان تبقى داخل كل محافظة مسؤولية السيد المحافظ، لجنة. هو مش المفروض يا فندم برضو أن سيادة المحافظ بيكون له دور كبير جدا في مسألة ضبط أسواقه ومتابعة هذه السلع؟ طبعا، هما في نطاق اختصاصه المحلي يا فندم. لجنة عليا لضبط الأسواق بداخل كل محافظة تشمل حماية المستهلك، الرقابة التموينية، الصحة، الطب البيطري، كل ما هو متعلق بالمستهلك. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كل ما هو متعلق بالمواطن كمستهلك لابد أن يكون تحت رقابة كل محافظ داخل محافظته. تمام. واللجنة دي بعملها بتنسيق تام وبتنفيذ تام للقانون. قانون فيه ضوابط قوية، فيه ردع قوي. لو المواطن يشعر او التاجر، هناك كثير من التجار امناء، وهناك البعض
وهم تجار الأزمات بنسميهم، بيظهروا في وقت المناسبات وقت الأزمات. دولت لابد أن يرى أن عين الدولة موجودة وأن قوة الدولة موجودة، وده تأكيد السيد الرئيس وتأكيد السيد رئيس مجلس الوزراء. هناك منظومة متكاملة للسيارات الضبطية القضائية بجهاز حماية المستهلك. سيادة اللواء راضي عبد المعطي، حضرتك كنت رئيسا لجهاز حماية المستهلك، من خلال بقى خبراتك واحتكاكاتك بالسوق، انت شايف ايه الحاجات المهمة الاساسية لازم يعني ايه تطبق لها قوانين او تتم اولا عشان نضبط الاسواق؟ انا لمست بشكل جاد ان اخونا ابراهيم السجيني اللي تولى مهمة جهاز حماية المستهلك بدأ يعيد انتشار سيارات الضبطية القضائية. تمام. وبدأ يعمل بفلسفة مختلفة. اتمنى ان وجود هذه السيارات وفلسفتها، لما الحمد لله كان ليا رؤية في فكرتها ان هي وجودها في الاسواق بشكل قوي رسالة للتاجر ان اجهزة الدولة موجودة وبقوة، ورسالة للمواطن المستهلك ان يمارس حقوقه الاستهلاكية في الشراء وممارسة كافة حقوقه وهو مطمئن جدا ان اجهزة الدولة موجودة. المواطن او التاجر لما بيحس ان في تنسيق بين اجهزة الدولة وان عينها واقعة على كل المخالفات وكل السلبيات اللي موجودة في السوق وان هي بتظبطها، المواطن بيطمن، بيحس ان اجهزة الدولة معاه. خلي بالك يا فندم، ما هو المشكلة في حاجة، ان المواطن ما هو شايف السلع موجودة في السوق، لكن المشكلة في ضبط اسعارها. ضبط الاسواق وضبط الاسعار، ما احنا قلنا المشكلة الرقابية هي في التنسيق. وده توجه الدولة واهتمام كل اجهزة الدولة الان. تمام. بيبقى بقى دور المواطن، بحضرتك دور المواطن مهم جدا، لان مهما كانت الجهود اللي بتبذل ومهما كانت قوة الاجهزة، اذا لم يكن هناك تعاون ووعي كامل من المواطن كمستهلك هذه الجهود بتروح. طب الجهود المواطن زي ايه يا فندم؟ معلش بعد اذنك. لابد ان يكون لديه وعي تام باماكن الشراء، ثقافة الاستهلاك الرشيد، اشتري قدر الحاجة، ما تجيش اتعامل مع المستهلك مع التاجر بذكاء. اذا كان التاجر ذكي فمحتاج مستهلك ذكي يتعامل معه، اشتري قدر احتياجي، لان التاجر الجشع لما بيلاقي المواطن بيتكالب على السلعة وبيجري فبيحاول يخفيها عشان يقدمها بسعر اكتر بعد كده. فالمواطن يتأكد ان كافة الاسعار معلن عنها. دي ثقافة لابد ان تكون متواجدة في كل مصر. صحيح. في كل المحلات التجارية لابد ان يكون هناك اعلان تام عن الاسعار. قانون حماية المستهلك بينظم هذا الامر وبيلزم التاجر بالاعلان باللغة العربية وبشكل واضح. ما بيحصلش يا سيادة اللواء عبد المعطي، معلش، ويجوز باكثر من لغة. احنا عاوزين نقول اللجان عشان كده اللجان اللي اتشكلت دي، واتمنى ان هي يكون لها صفة الدوام، يبقى لجان قوية تتأكد الأول من الإعلان عن الأسعار هو أكبر وسيلة لضبط الأسعار. بشكرك سيادة اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق. قبل بس ما أروح للخبر التاني، مسألة إن الوعي الخاص بالمواطن، ومسألة إن هناك بعض المواطنين اللي بيشتروا حاجات يعني أكتر من احتياجاتهم. طيب دي نسبة لا تتعدى 5%. خلينا بس نتكلم بمنتهى الوضوح والصراحة. مسألة ضبط الأسعار لا، هي مسألة قانونية بحتة. التاجر لن يرتدع من المشتري المثقف، التاجر لن يرتدع من المشتري الذي يشتري على قدر حاجته. لا، مش ده اللي هيحل القضية. لكن اللي هيحل القضية اللي احنا شفناه النهاردة، الخبر اللي انا قريته مع حضراتكم النهاردة، قرارات الدولة النهاردة، القرارات دي لما تطبق لا، تحية كبيرة حقيقة لكل المسؤولين عن القرارات والهيئات والوزارات اللي اخرجوا لنا هذه القرارات النهاردة. تمام؟ بتنفيذ وبمتابعة مدققة من مباحث التموين. المنظومة بالشكل ده والخبر بالشكل اللي قريته مع حضراتكم ده لما يتم، لا طبعا الموضوع هيفرق كتير. لان طبعا من ضمن الضوابط دي ان حضرتك اي سلعه هتروح تشتريها هتلاقي عليها سعرها. ده بيحل ازمه كبيره. لكن
كيلو السكر مثلا، هو انت بتلاقيه في مكان بسعره وفي مكان تاني بسعر ليه؟ اهو مش مكتوب عليه سعره، انتوا فاهمين الدنيا يعني. فتحيه حقيقه للمسؤولين اللي اتحركوا بهذا الشكل، ونتمنى سرعه بقى التنفيذ، هو ده المهم. نتكلم في الموضوع ده وراجعوا اللي قلناه، رجاء راجعوا اللي احنا قلناه. احنا قلنا ايه؟ الجيش الاسرائيلي كجنود ليسوا جنود مقاتلين على الارض، هم ناس شغاله في مصنع، شغال في محل، شغال مش عارف ايه، اول ما يبقى في حاجه زي كده يقوم عاملين تعبئه، اطلع يا ابني منك ليه، تعالى اقفل مطعمك، اقفل شركتك، البس البدله العسكريه، شيل سلاحك، حارب. ده مش جيش. عشان كده قلنا ان لا يمكن، لا يمكن جنود زي الجنود الاسرائيليين يقدروا يدخلوا في حرب مع مقاومة. فاكرين الكلام ده؟ ولا حتى مع جيش نظامي زيه، لان على فكرة الجيوش النظامية شوفوا يعني، اتفرج كده على الجند المصري بتاعنا بياكل الزلط، اسد واقف قدامك، اسد. ده على الله حكايته. انا على فكرة لما قلت لكم موضوع حفاضات يعني هم يلبسوا ده مش طريقه والله خالص، وانا ما بحبش طريقه التريقه دي يعني، دي حقيقه، وده فيديوهات شفناها، وادخلوا يعني اكتبوا كده مثلا هتلاقوا الفيديوهات موجوده. لا اسباب كتيره، منها ان انت ممنوع تنزل من الدبابه وهي في مكان معين، لان ممكن القناصه يجيبوك، فما تنزلش الا لما يتم تامينك، فممكن تقعد في الدبابه دي مثلا 18 ساعه. فالحل ايه؟ تلبس ده. طب ده كلام فاكرين؟ اهو ده اللي احنا وصلنا له. ما في النهايه ايه اللي حصل؟ 15,000 شهيد. مين هيدفع الثمن؟ لا هم اكيد هيدفعوا الثمن، اما شهداءنا فهم عند الله، ده موضوع تاني خالص. قبل ما اطلع لفاصل تعالوا نشوف تقرير عن اهميه المشاركه في الانتخابات الرئاسيه، ودي كانت ندوه في جريده اخبار اليوم بحضور الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي المعروف. بمشاركة الدكتور مصطفى الفقي، نظمت مؤسسة أخبار اليوم ندوة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية. جئت اليوم إلى هذا المنتدى المتميز لأتحدث عن الظروف التي تمر بها المنطقة والانتخابات الرئاسية القادمة في مصر، وكان الحديث صريحا وواضحا، واتفق رأينا جميعا على أنه في اللحظات الصعبة يزداد تماسك الشعوب الأصيلة، والشعب المصري أصيل بفطرته، ولا بد أن يقف وراء قيادته في هذه الظروف بتكاتف واضح وتماسك شديد. ولم يختلف أحدنا على هذا الرأي، وناقشنا الأوضاع الإقليمية والدولية وصورة مصر في الخارج وعلاقتها بأزمة غزة والموقف المشرف لمصر رئيسا وشعبا في هذا الاتجاه، فكان لقاء مثمرا اعتز به جدا. مؤسسة اخبار اليوم فكرنا ان احنا نستضيف المفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقي لما له من خبرات واسعه، عن يحدث الزملاء في المؤسسه عن اهميه المشاركه في الاستحقاقات الانتخابيه القادمه، انتخابات الرئاسه. مصر بتتعرض لضغوط خارجيه لا تخفى على احد، الأزمة الاقتصادية، كل ده بيستوجب الحقيقة التفاف الشعب حول الرئيس في الانتخابات القادمة. مش مجرد انتخابات عادية، لابد أن يكون زي ما اتكلمنا وقلنا أنه تفويض جديد، كل من له حق في الانتخاب لابد أن يشارك، لابد أن الكل يعلم أن الشعب كله خلف قيادته. احنا كمؤسسات إعلامية لنا دور مهم في البلد. احنا مصر بتمر دلوقتي بلحظه تاريخيه، سواء بالنسبه للاحداث اللي موجوده في المنطقه والدور المصري العظيم اعاده التوازن وحفظ الامن الاقليمي بالمنطقه كلها، والحاجه الثانيه ان احنا مقبلين خلاص خلال ايام على الانتخابات الرئاسيه، وده حدث سياسي مهم. يمكن نقول لاول مره مصر هتختار ما بين
مجموعة من المرشحين ومنهم رؤساء أحزاب والكلام ده كله. احنا عايزين الناس كلها تنزل يبان قد ايه الشعب ده عنده وعي بيحصل في بلده، عنده وعي بالتحديات اللي موجودة والمشاركة الإيجابية في الانتخابات ايا كان صوتك. يعني احنا مش بنقول انت بص بلدك وشوف الاختيار الافضل لبلدك والاستقرار بلدك ومكانة بلدك، والمهم الناس تنزل والمهم الناس تشارك. اعتقد ده دور وطني مهم جدا على جميع المصريين الفترة اللي جاية. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. قبل ما ابدأ فقرتي الحوارية خليني بس اقرا معاكم الخبر العاجل. سيدة انتصار السيسي طبعا قامت بزيارة ابنائنا الفلسطينيين في المستشفى الموجودة في العاصمة الادارية الجديدة. بعد الزيارة كتبت تدوينة نصها كالتالي: قلبي مع ابنائي من اطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم في مستشفى العاصمة الادارية الجديدة للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم. وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى على ما رأيت من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء بكافة السبل في ظل هذه المحنة الصعبة. وأظن الصور موجودة قدام حضراتكم زي ما أنتم شايفين، قرينة السيد رئيس الجمهورية. الصور دي جوه مستشفى الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة اللي استقبلت المصابين. والمستشفى دي على فكرة من عدد كبير من المستشفيات اللي هم الثمانية كما اتكلمنا عنهم من بداية الأزمة. صدر تعليمات من السيد رئيس الجمهورية للسيد وزير الصحة بأن يتم تجهيز عدد من المستشفيات، كم منهم هذه المستشفى اللي قرينة الرئيس كما ترون أمامكم بتزور أبنائنا في فلسطين. وطبعا ده يعني بنقول إيه، ده واجب بنقدمه لأهالينا هذه الزيارة. فطبعا خالص الشكر للسيدة قرينة الرئيس على هذه اللفتة الطيبة. هرجع بقى لفقرتي اللي أنا وعدتكم بيها عن هيئة البريد المصري. هي طبعا هو هيئة من أقدم وأعرق الهيئات والمؤسسات في داخل الدولة، وتعتبر من الجهات الحكومية اللي احنا بنسميها الأقرب للمواطنين، لأنه فروعه في كل حتة وخدماته طبعا على فكرة ما تقلش عن أي بنك مطلق، بل أكتر في حاجات كتير. لكن يعني الزمن ما بيوقفش، والتحديث كمان لازم يبقى ضرورة، وده اللي حقيقي نتج عن عمل الهيئة المصرية للبريد في سنين قليلة جدا، خصوصا أن التحديث هنا كان استجابة أولا، خطة كاملة من الدولة أولا للتحول الرقمي والشمول المالي، وطبعا مبادرات رئاسية كان البريد في القلب منها زي مثلا مبادرة حياة كريمة. مش أنا طبعا اللي هتكلم عن هيئة البريد، يعني أستاذنا موجود طبعا أستاذ إيهاب أبو بكر نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، منورني ومشرفني. اهلا بحضرتك استاذ، وانا سعيد ان يعني دي من المرات القليله اللي حضرتك بتظهر فيها على الشاشه اصلا يعني. فطبعا منورنا يا استاذ ايهاب. شكرا يا فندم. ابدا معاك مباشره. اتفضل. البريد المصري حقيقه الفتره الاخيره دي بشعر كده ان بقى في ثقه وفي تبادل كبير جدا للثقه بين المواطن وبين الهيئه كعمل وكخدمات. يعني ازاي قدرتوا توصلوا للنقطه دي؟ الحقيقة البريد المصري الثقة هي أهم وأثمن الأصول التي يمتلكها البريد. ودي حقيقة من قديم الأزل أنه في علاقة ثقة متبادلة ما بين المواطن المصري والبريد. وحتى الدراما المصرية وثقتها في أفلامها ساع البريد ومكتب البريد والثقة ديت على مدار الزمن والعصور تطورت، لأن البريد بيتطور طبعا مع مرور الزمن. بيتطور شكلا ونوعا وفي تقديم خدماته بطريقة مختلفة. فأنا النهاردة احنا بنتكلم في تحول رقمي، بنتكلم في العالم كله بيتحول رقميا وإن الخدمات تكون مرقمنة. البريد المصري عنده استراتيجية واضحة زي ما حضرتك تفضلت، هي استراتيجية
منبثقة من رؤية مصر 2030، منبثقة من رؤية وزارة الاتصالات، نهاية بالبريد. البريد هو جزء من هذه المنظومة. تمام. النهاردة أنا عشان أخدم المواطن لازم أكون على قد الثقة ديت، والمفروض أن أنا أقدم الخدمة بطريقة سريعة وثابتة وأمنة. وحلو قوي مصطلح سريعة ده يا حبيبي بصراحة. طيب. لأن هو احنا عندنا على فكرة خدمات حلوة كتير في مصر في كل الوزارات، عشان بس يعني مش عشان بنمدح في شيء يبقى بنقلل شيء آخر، بس نقطة السرعة لا بتنقصنا في حاجات كتيرة لقيتها حق بصراحة عندكم في الهيئة. الحقيقة ده هيخلينا نتكلم على ماذا حدث في ملف التحول الرقمي في خلال الثلاث سنين اللي فاتت دي. اتفضل. أهم حاجة في التحول الرقمي هي البنية التحتية الرقمية، وده الملف اللي احنا اشتغلنا عليه. أنا النهاردة مهم جدا يكون خطوط ربطي مع مكاتب البريد اللي هي في كل حتة، سواء في النجوع أو في الكفور أو في المناطق حتى المدنية، إن أنا أديها السرعة الكافية لتقديم الخدمة. ده أول حاجة هيشتغلنا عليها. تمام. فالنهاردة وزارة الاتصالات دلوقتي ادتنا الإتاحة للكابلات الضوئية، الكابلات الفايبر أوبتكس والنحاس، أيهما متوفر إحنا بنستخدمه على طول بدل وسيلة الاتصال الهوائي، ودي زودت سرعة المكاتب. في المقابل لازم نزود سرعة البنية التحتية بقى في مراكز البيانات ومراكز البيانات البديلة. تمام. وده اللي ابتدى الناس تحس بيه. النهاردة تقديم الخدمة بقى أسرع لهذا السبب. السرعة في خطوط الربط، السرعة في مراكز البيانات نفسها، هي ادت اللي خلتنا نقدر نطلع من، خلينا نتكلم بالارقام. اتفضل. انا من سنتين تقريبا كنت بخدم 1.5 مليون مواطن بنخدمه في المعاشات كبند واحد، اللي هو المعاشات بند بس واحد فقط. المعاشات بند واحد. تمام. النهارده انا بخدم 5.2 مليون مواطن بيجوا لي في يومين. لا ده انا عايز اقف معاك عند الرقم ده استاذ ايهاب، معلش يعني من 1.5 مليون في سنتين، في سنتين بقوا 5.2 مليون. طيب. تقريبا. خلينا نوضح، 1.5 مليون من سنتين واحنا ما كناش راضيين على اداء الخدمة ديت. احنا كنا شايفينها لا ترتقي الى مستوى البريد. تمام. في خلال السنتين دولت وصلنا الى هذا الرقم، ان انا بخدم اكتر من 5.8 مليون مواطن بن 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 بنصرف المعاشات في يومين او ثلاث ايام. هو حقيقة عندكم 4000 فرع تقريبا؟ احنا عندنا 4300 فرع. وعندنا 130 عربية متحركة، سيارة متنقلة دي هنشرحها. وعندنا اللي هي الأكشاك اللي موجودة متفرقة تقريبا 84 كشك. اللي هي أكشاك الخدمة السريعة، الأكشاك الخدمة السريعة بنسميها كده تقريبا. بالظبط يا فندم. تمام يا فندم. فالعدد ده اللي هو 5.2 مليون، طب ممكن نحسبها بطريقة تانية، أرقام تانية. اتفضل. أنا هو ممكن اعمل كام ترانزاكشن، كام معاملة في اليوم. وصلت لتمنى انا ممكن اعمل 8 مليون معاملة في اليوم الواحد في البيك تايم. عشان اقدر اوصل لده لازم يكون عندي حاجتين. اتفضل. البنية التحتية الرقمية الجاهزة، الجاهزة ان هي تستقبل الاعداد ديت. صحيح. والمرنة في نفس الوقت، لان انا عليت بالارقام ديت والمواطن ما حسش. انا النهاردة ممكن يجي لي اعداد من المعاشات، مش انا ما اعرفش، انا ممكن يجي الشهر ده يجي لي مثلا 100 ألف زياده، او الشهر اللي بعديه 500,000 زياده، الله اعلم. بس انا اللي بخدم اللي بيجي لي على طول. تمام. فده احد الامثله اللي بتوضح اهميه البنيه التحتيه الرقميه، ازاي ممكن تحط البريد في هذا الموقع سرعه ودقه ومؤمن في نفس الوقت، وانجاز كمان للوقت اللي انا كمستخدم. خلي بالكم مشاهدينا الكرام، لما كنا بنتكلم عن التحول الرقمي كانت في ناس بتتكلم يعني ايه التحول الرقمي، الدوله رايحه في التحول الرقمي، هو يعني احنا هو ده وقت تحول رقمي احنا مش عارفين؟ لا، ده التحول الرقمي هو اللي بيحل كل المشاكل والمعوقات اللي كانت مأخرانا على سنين طويله. صح يا فندم. طيب ده المعاش او المعاشات عفوا. يعني طب باقي الخدمات مثلا. باقي الخدمات طبعا انا
لما بقى عندي هذه البنية التحتية القوية أنا ابتديت أن أنا أزود في عدد خدماتي. فأنا النهاردة لو أنا بتكلم في مثلا خدمات المرور، فأنا في بستخرج شهادة المخالفات وبراءة الذمة، لو في الأحوال المدنية مستخرج لشهادة الميلاد، الجواز، القيد عائلي بدل بطاقة، في التعليم مثلا أنا يعني ده لوحده يعني خدمة مهمة جدا، ان انا بستقبل رسوم المدارس، رسوم التحويل، رسوم امتحانات، كل رسوم وزارة التعليم انا بستلم. انا بتكلم في عدد المواطنين اللي بيدخلوا الى مكتب البريد. طبعا ناهيك ان احنا ما اتكلمناش ان التطور اللي حصل في مكتب البريد كتطور هندسي، لا ده لسه جاي لك عليه. انا حاجتين بلاحظهم ببقى ملاحظهم جدا والناس اعتقد معايا فيهم. اولا وزاره الداخليه في تطويرها للاقسام ومراكز الشرطه، سواء الاقسام العاديه او الاقسام ذات الطابع التاريخي، تم تطويرها بملائم الطابع التاريخي ده. والجزء الثاني اللي بدات الاحظه والناس بداوا يلاحظوه برضو، لا تطوير مكاتب هيئه البريد بصراحه لا شكلها بقى يفرح بقى. يعني الحقيقه يعني استراتيجيه البريد يعني بقياده دكتور شريف كان اهمها ان احنا نغير الـ الخبره الذهنيه للمواطن. كان شكل البريد كان ليه شكل، بقى ليه شكل تاني خالص لانه اشتغلنا على البراندنج. خلينا نتكلم بقى بالزبط. شويه ماركتنج اشتغلنا على البراندنج كويس قوي. عشان كده الشكل بقى واحد، الشكل يعني في استحسان من ناس كتير، والديزاين نفسه واخد نفس الايدنتيتي بتاع اللون الاخضر بالزبط. بتاع البريد لما بدخل جوه مكتب البريد الخدمه هي واحده سيملس، ما فيش اختلاف من مكتب لمكتب الا بعض المكاتب هنتكلم عليها بعدين. في ادوار كيوماتيك، ممكن ان انا اخش باخد الدور وبختار الخدمه صحيح. وبروح للشباك ان ده الي وفي شاشه وده بصراحه بيزيل الحرج وبيريح الناس كلها بالظبط كده. خلاص الواحد عارف دوره وبمنتهى يعني النظام بنروح نقف. بعد اذنكم انا عندي صور فممكن الصور دي نقف عندها شويه بعد اذنك يا تامر لو سمحت. صور العربيات الخاصه كمان بالبريد. ايوه وقف على دي معلش لحظه. ده مركز خدمه يا جماعه تم تطويره ما كانش موجود. أيوة. دي الارقام اللي ايهاب بيقول عليها ودكتور ايهاب بيقول عليها، لما تروح تاخدها بتشوف الناس قاعده ازاي. اهو كل واحد قاعد في منتهى الراحه مستني دوره، هيجي دوره هيتفضل مشكورا يأدي خدمته. اهو هنا خد الرقم زي ما انتم شايفين اهوت. شوفوا بقى الجمال، اللون الاخضر الجميل، وبقى شوفوا الوقفه هو دي بقى. يعني ده اللي انا بتكلم عليه حقيقه، اللي احنا بنشكركم بجد مش عشان انت ضيفي والله، لا الله يخليك. يعني ليه مصر يا جماعه حقنا في ده صح. انا عايز اشوف بس العربيات لو سمحت يا تامر بعد اذنك، منين ما تجيبها قول لي. طيب عشان ما يعني نلحق وقتي معاك يا فندم، في ناس بس مقدمه لي شكوى صغيره ان محتاجين بس الخدمات والمكنه تبقى اكتر شويه بس، فما اعرفش ده متاح ولا لا. احنا هنتكلم على 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 خدماتنا المميكنه برضو. اتفضل. النهارده لما بنقول ان البريد البريد اصل البيزنس بتاع البريد هو نقل الطرود من والى، فده اول حاجه اشتغلنا عليها. وعندنا تطبيق اعتقد ان هو لقى استحسان كبير جدا من المستخدمين، وهو تطبيق وصلها. انا النهارده تطبيق وصلها وبيخدم الافراد والشركات تمام. بان انا بنزل التطبيق على الهاتف المحمول وانا بطلب ان انا عايز انقل شحنتي من المحافظه ديت الى المحافظه ديت او من المكان ده الى المكان ده، وبحط بيانات المرسل اليه تمام. بيجي لي الموظف البريد بيوزن الطرد نفسه بيوزن مثلا الطرد نفسه مع اجهزه الهاند هيلد بتاعته تمام. وبيخلص المعامله وهو موجود، حتى كمان بيعرض تغليف مجاني بطريقه شيك للمرسل وفي نفس الوقت بياخد الطرد وبيسلمه للمرسل اليه. في القاهره بتبقى في حدود تقريبا 24 ساعه على الاكثر يكون الطرد واصل. وطبعا بناخد كل احتياطاتنا ان المرسل اليه هو ده نفسه بالشخص، وبنتاكد وبنبعت له كمان زي رساله يعني نصيه على موبايله عشان نتاكد ان هو مظبوط. وراء هذه الخدمه في ذكاء الصناعي.
طب قبل الذكاء الاصطناعي بقى ارجع للمشهد تاني اللي ده اللي توقفت عنده. اتفضل يا فندم. ازاي قدرتوا تكونوا الاسطول ده؟ طبعا ده جزء من النهارده حضرتك اللي لفت نظرك هو شكل العربيات، وده برضه شكل واللون والديزاين وكل حاجه. هنرجع تاني للبراندنج والصوره الذهنيه اللي 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 كانت استراتيجيه البريد مركزه فيها ان هي تغير ال 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 الشكل ده. هي وصلنا والحمد لله نجحنا ان احنا نخلي الناس بتشوف العربيه ديت اولا تبقى مبسوطه من شكلها ومن نظافتها، عرفت ان ده البريد وعرفت ان في تطور حصل في البريد. صحيح. بالاضافه الى اللي حضرتك شفته في المكاتب. نجمع كل العناصر ديت في بعض، هنلاقي ان البريد اختلف خلال الثلاث سنين اللي فاتت ديت 180 درجه. صحيح. في الشكل والمضمون، فلما انا باخد خدمتي من البنك انا مش بس شكلا، لا انا بلاقي كمان في خدمات زياده على الكاونتر عند الـ عند الـ عند التيلر. أيوه. وفي نفس الوقت هي بقت اسرع. والارقام بتاعه ما بقفش على الكاونتر كتير زي الاول، خلاص انا في ثانيه باخد دوري بقى بيخلصه لي وبمشي. وزي ما اتكلمنا في البنيه التحتيه الرقميه هي ده اللي خلت الخدمات اسرع واسرع واسرع. صحيح. وبقى بالنسبه لي المشهد ده كمان انا بصراحه بحس ان انا الطرد بتاعي مؤمن. بصراحه يعني مش الفكره القديمه ان الطرد بتاعي بيترمي كده في عربيه، مفيش. ودي حضرتك برضو يعني بتخليني نقول حاجه ثانيه مهمه. اتفضل. ان احنا دايما متابعين ما يحدث على السوشيال ميديا. انا النهارده اي حد لو الطرد بتاعه جاء هو غير راضي فعلى طول بتلاقي الناس بتكتب على السوشيال ميديا انا جالي الطرد، انا مبسوط، انا مش مبسوط. عندنا ناس وعندنا فرق عمل كامله متخصصه بس في تحليل الشكاوى وحلها. ارجع للذكاء الاصطناعي. نرجع بقى للذكاء الاصطناعي. اتفضل. النهارده لما انا بشتغل عندي طبعا الاسطول ده وصلنا الى 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 1200 سياره. تمام. النهارده التطبيق الرقمي اللي هو وصلها اللي انا بقدر انقل منه الشحنات عبر المحافظات، الطريقه التقليديه انا عندي مثلا كام طرد رايح المكان ده، فبنعملها بالطريقه التقليديه، هات بنجمع الطرود وبنحطها في الـ في الـ في, الـ في السياره ديت وبتنطلق. تمام. لكن اللي بيحصل غير كده، اللي بيحصل اتفضل يا فندم. اللي بيحصل انه بقى في زي ذكاء اصطناعي بيحسب عدد الطرود ومساحه الطرد يعني السايز بتاعه. بالظبط. وبيشوف العربيات ومسار السير. وعندنا إدارة كبيرة جدا للنظم الجغرافية هي اللي بتبتدي تقول بتحط كل ده في معادلة واحدة وتقول بدل ما تستخدم أربع عربيات هنا هتستخدم عربيتين. ده أقصر طريق. فلو حضرتك حسبت ده هتلاقي أن أنا وفرت في عدد السيارات. ووفرت طبعا ده كده إحنا كده خدمنا البيئة والخدمة أسرع واستخدمت الطرق الحديثة التقنية عشان أوصل الشحنة بأسرع طريقة للمرسل إليه. طب ده المركز المتنقل للبريد ولا أنا فاهم غلط؟ بيقدم إيه يا فندم ده؟ قول لي بعد حضرتك. ده مكتب كامل. مكتب كامل، كامل. كله فيه كل حاجة. كامل. في الـ ATM زي ما حضرتك شايف. في حضرتك زميلنا داخل السيارة المتنقلة. بيقدم جميع الخدمات البريدية المصرفية والحكومية. يعني لو عايز أي ورقة أي مستخرج أي حاجة العربية دي أكن بالظبط في مقر هيئة في مقر المكتب. تمام. الميزة لهذه السيارات أنه أنا بقدر أحركها وأناور بها وقت الذروة. تمام. فلو حصل انه في مثلا مؤتمر ما فانا اقدر ابعت العربيه عشان تخدم المؤتمر ده، تخدم لو في زحمه في مكان ما ممكن ان انا ابتدي احرك العربيه ديت في الاماكن اللي انا شايف ان هي. طب انا بشوفها ازاي؟ انا بشوفها لان انا عندي مراكز تحكم شايفه الكثافة الناس وانا محتاج ابعتها هنا ده الافضل ان انا ابعت السياره ديت او اسيبها كده للمكتب القريب منها. ودي مراكز برضو بيانات احنا ما اتكلمناش عليها، ولكن في مراكز مراقبه هي اللي بتساعدنا ان احنا ناخد هذه القرارات. صحيح. طيب حاجه مثلا زي العاصمه الاداريه. تمام. العاصمه الاداريه الشغل فيها كبير جدا. احنا اول لما بعتنا عربية متنقلة من دولة
للعاصمة الإدارية. أنا الناس كانت مبسوطة جدا لأن هي خلصت وأنجزت تعاملات كتيرة جدا لكل الناس اللي بتشتغل في العاصمة الإدارية. مثلا احنا بنشوف المقر بتاعكم موجود. موجود. يعني ما احنا بنعدي عليه يعني. وقريب شوية من أماكن المؤتمرات يعني. طيب ممكن أروح معاك بقى، أنتوا كهيئة بريد يعني مشتركين في حياة كريمة بإيه كمشروع يعني؟ احنا عندنا 826 مكتب في حياة كريمة. تمام. احنا تم تجديد وانشاء 800 مكتب من حياة كريمة، فاضل لنا 26 مكتب ونكون انهينا كل ما هو مطلوب في حياة كريمة. ده دكتور ايهاب ما كانوش موجودين خالص قبل كده صح؟ احنا كان في منه موجود وفي منه مش موجود، ولكن زي اللي حضرتك يعني شفناه كده دلوقتي، هي ونفس الشكل ونفس ال يعني الكواليتي ديت، هي ديت اللي هتكون موجود في حياة كريمة. فاحنا الحمد لله نقدر نقول ان احنا انجزنا اكتر من 96% من المطلوب من حياة كريمة. انت انا مش عارف اسالك في ايه ولا ايه بصراحه يعني حضرتك بجد انا ببقى سعيد كمواطن والله حقيقي. الله يخليك. اما يبقى عندي ناس بتشتغل بالفكر ده وبالمنطق ده، بحس ان احنا لا يعني لازم يبقى زيكم بجد يعني، ان انا يبقى عندي تطوير، خصوصا ان الناس كمان كان عندها فكره ان ايه احط الفلوس في البريد دي. ما هو برضو كانت حاجه مستغربينها يا دكتور ايهاب يعني، ما نروح احطها في بنك، ايه الفرق يا فندم؟ والله احنا لازلنا والحمد لله ب ب ب بنرجع ل هو اثمن اصل عندنا هو الثقه. طبعا. انا النهارده انا بتعامل، انا موجود في اماكن مش مفيش حد تاني موجود فيها، ده رقم واحد. رقم اتنين، انا النهارده بقدم خدمات برضو انا تقريبا الوحيد اللي بقدمها، وموجود في الاماكن اللي هي محدش موجود فيها. فالنهارده هي الموضوع مش موضوع ايداع او انا مثلا طبعا. طبعا الموضوع فيه معاملات تجاريه بتحدث بطريقه يوميه. انا ببقى عايز يعني مكان امن احط فيه في الفلوس او ابعت الفلوس بتاعتي لإتمام هذه المعاملات التجاريه. طب مين الاقرب؟ هو البريد طبعا. مين الاسرع دلوقتي؟ هو البريد صح. وبالتالي لما انا بقول انه انا بخدم المواطن ليس فقط في الـ خلينا نقول حسابات التوفير او الحسابات التجاريه، لا انا عندي كمان التجاره الالكترونيه وال يعني الخدمات البريديه بالاضافه الى الخدمات الحكوميه، وكل له يعني مصادره وله يعني خلينا نقول عملائه طبعا. اللي بيعتمدوا اعتماد اساسي على مكاتب البريد. طيب ما معرفش هل ده تدخل في خصوصيه البريد ولا لا، بس تقريبا يعني مدخرات المصريين تساوي كام؟ لو ده حاضر عند ذهن حضرتك يعني هنقول تقريبا، هنقول انه بالارقام ممكن بنقول بنتكلم في 290 مليار لحد الان. ده رقم ما نسميه بالتعاملات يعني. لا مش تعاملات، ده الايداعات او الايداعات يعني. خلي بالك يا دكتور ايهاب انا بسالك السؤال ده ليه، احنا طول عمرنا حتى واحنا صغيرين لما كنا نيجي نحوش نروح نحوش في البريد يعني، فده حتى عندنا كثقافه مصريين يعني، عايز تحوش افتح لك ايه؟ دفتر توفير. دفتر توفير فين؟ دفتر توفير البريد. فدي ثقافه ما اعتقدش انها هتتغير. انتوا حقيقي يعني بتبنيتوا على ده بشكل كتير صح؟ احنا طبعا الشكل الجديد من دفتر التوفير هو الكارت. بالظبط. انا النهارده انا بقبل ان انا تفتح حساب ب 100 جنيه وتحط فيه يتم ايداع ان شاء الله اي مبلغ انت عايزه. صحيح. فانا عندي القابليه ان انا إن استقبل هذه المبالغ البسيطه وده اللي بيرضي العميل بتاعي، ده رقم واحد. صحيح. يعني رقم اتنين ان لازال لغايه دلوقتي في ناس بتيجي بت عايزه تشوف دفتر التوفير. طبعا. يعني انا مهما قلت له انا عندك في كريدت يعني في ديبت كارد، لا هو عايز يشوف الدفتر وعايز يشوف كده وانا
فانا محتفظ بالناس ديت وعمري ما هستغنى عنهم، لان دي في علاقه حميميه كده ما بينه وما بين ما بين البريد، انا مش هقدر الغيها خالص. صحيح. الناس ديت ده عميدي اللي مش هقدر مش عايز اغير له حاجه، بالعكس انا عايز اسهل له دنيته، بس في نفس الوقت انا مهتم جدا بالحداثه. طبعا. لان انا النهارده في لو انا بتكلم على دفتر التوفير، انا بس انا عايز اقول بالارقام برضو، انا النهارده انا عندي تقريبا 16 مليون كارت، سواء احنا بنتكلم على ديبت كارد او بري بيت كارد. طبعا صح. ده دي اعداد الكروت اللي انا ده حسب الخدمات، ما هو ده خدمه معينه وده خدمه معينه. بالظبط. لو بنتكلم على خدمات برضو رقميه، انا النهارده بحاول ان انا على زي ما عندي عدد مثلا بنتكلم في 4300 مكتب، وبنتكلم في عدد السيارات والاكشاك، احنا بنزود عدد الاي تي امز وعدد الخدمات اللي على الاي تي امز. احنا كنا 350 اي تي ام، احنا النهارده وصلنا ل 1800 اي تي ام صراف آلي. واحنا يعني في خطتنا ان احنا نوصل ل 4000. هرجع تاني المكان الاي تي ام كام يا فندم؟ معلش الرقم. احنا حاليا عندنا 1800 اي تي ام. طب هيبقوا مليون امتى؟ مليون امتى؟ عايزين يبقوا مليون، احنا طماعين. طيب احنا هنخلصهم 1000 ماشي. انا موافق والله حقيقة. عارف انا بقول لك بالكلام ده لان الناس سالوني برضو لما اتكلمت مع انا بحب ادردش شويه مع الناس قبل ما اخرج، لان انا ما بحبش المساله الاكاديميه قوي دي. يهمني الراجل البسيط يقول ايه، بقول لي يا عم رايك في البريد، وبحب النقد قبل ما احب الشكر. يعني فقالوا لي والله كويس، بس احنا بس لو يزودوا لنا بس المكان. هقول له والله، قلت له حاضر، اول ما الدكتور ايهاب يجي هقول له زود لنا المكان عشان ما يزعلوش. انا قلتها لكم على الهواء، هو قلت للدكتور ايهاب زود لنا المكان. حاضر يا فندم. احنا في الخطه فعلا احنا هيتوفر عندنا في القريب ان شاء الله 1000 اي تي ام. تمام. ووراهم وعلى طول 300، وان شاء الله هنكمل 1000 تانيين. احنا اوريدي احنا مش لسه بنفكر، هم فعلا في احنا في اجراءات الحصول على هذا المكان، بس طبعا حضرتك عارف سلاسل الامداد دلوقتي شويه، فبس احنا خلصنا فعلا المرحله اللي هي الاهم، واحنا دلوقتي في مرحله استقبال الاي تي امز. وعلى فكره برضه خلي بالكم جهاز الاي تي ام ده مش ببلاش، ده برقم عارفش يعني يحضر في ذهنك دلوقتي يا فندم. هو دايما الاي تي ام هو غير مربح ايا كان، حتى مهما كان رقمه. هو زي ما بيسموها كوست سنتر وليس بروفيت سنتر، يعني بس انت بتعمله عشان خدمه معينه لازم تقدمها. انا اللي يهمني ان انا اتواجد في كل الاماكن اللي طبعا انا يهمني يكون عندي اي تي ام في كل مكتب بريد، بالاضافه الى مكاتب مكان صراف آلي في اماكن اخرى كمحطات القطر، في المولز، في الاماكن اللي المهم ان احنا نتواجد فيها. فيعني مش شرط بس ان تكون محصوره على مكاتب البريد. لا صحيح. سؤال يعني يبدو مظريف شويتين لكن مطلوب ان انا اساله لحضرتك. اتفضل يا فندم. حضراتكم عندكم قرابه 45000 موظف مظبوط؟ عندنا 45000 موظف. ده بيتم تاهيلهم ازاي يا فندم؟ اولا احنا عشان يتماشى مع ما احنا قلناه طبعا. طبعا. طبعا احنا هرجع تاني للتحول الرقمي. اتفضل. التحول الرقمي اهم عنصر فيه هو العنصر البشري. لانه انا النهارده مهما كان عندي احسن بنيه تحتيه واحسن التطبيقات واحدث التطبيقات، بدون وجود عنصر بشري مدرب وفاهم كويس قوي استراتيجيه البريد وعارف هو رايح فين، واهم حاجه احنا بنغير ليه، لان هو لو الموظف معرفش احنا بنغير ليه طبعا وسبب التغيير، ولو ما غيرناش ايه اللي هيحصل، هو مش هيمشي معاك بنفس السرعه طبعا. وعشان كده احنا عندنا اداره ال 45000 موظف عن طريق الحقيقه اداره محترفه جدا، اداره الموارد البشريه باستخدام احدث التطبيقات التكنولوجيه. النهارده بنحط الناس ديت موجوده على سيستمز عارفه كويس قوي، معروف قوي السكيلز بتاعت الناس شكلها عامل ازاي، ومين محتاج ايه، مين اللي محتاج تدريب في حته معينه، بالاضافه الى انه نتيجه هذه التحليلات بنلاقي بقى ان عندنا اداره الموارد البشريه بتقول لنا في ناس لازم الناس ديت لازم تاخد
تدريب في التحول الرقمي طبعا. التدريب في الشمول المالي ده اونلاين، لازم نبعت ناس لمراكز تدريب معتمده ان هي تاخد كورسز في 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 المواضيع المصرفيه مثلا، او في لابلكيشن تقنيه معينه. والاهم انه احنا عندنا كمان إدارة تدريب، لأن أنا كل ما بنزل منتج أنا عايز أدرب الزميلي اللي في المكتب أبزر. فأنا عندي إدارة، الإدارة دي على طول بتبقى سريعة جدا، ودي ميزة البريد في إن هي مرنة على طول، عندها السرعة في إن هي خدمة جديدة هتروح هتمرن ال 4300 مكتب والموظفين كلهم لتأدية هذه الخدمة. أنا سألتك بس السؤال ده لأن لما أبقى شايف تطوير بالجمال ده وبالسرعة دي وبالشياكة دي حقيقي، لو ما أهلتش بقى الجانب اللي بيدير ده يبقى أنا أكيد صح بضيعه يعني بمعنى صح. وقت انتهى بس سؤال سريع في النهاية، السوشيال ميديا دلوقتي بتقول إن في مسابقات للبريد وبيعينوا، كان ده مظبوط ولا لا؟ ناخد خبر يعني من والله يا فندم السوشيال ميديا يعني السوشيال ميديا وبالذات الخبر ده الخبر ده تكرر اكثر من مره صحيح، ان احنا بنلاقي ان السوشيال ميديا والبريد بيعين والبريد مش بيعين. واحنا في الحقيقه عشان كده انا ذكرت ان في ناس قائمه على السوشيال ميديا وايه اللي بيحصل في السوشيال ميديا، بس صدقني لو الكلام حقيقي طبعا حضرتك هتكون اول واحد عارف. خلاص في خبر من دكتور ايهاب اهوت ان هيئه البريد يا جماعه ما بتعينش والله، عشان بس ما نظلمهمش ونقول ان لا ده انتوا اعلنتوا وفي النهايه ما وفيتوش بوعدكم. ما كانش في وعد يعني، ما كانش في اصلا موافقه، لكن لو في هنعلن طبعا وهتبقى الامور واضحه. هنقول لحضرتك دكتور ايهاب ابو بكر نورتني وشرفتني، حضرتك شرف ليا وشرف لي وسعيد بلقائك وحقيقي سعيد بالمجهود وبالشغل وبالاداء والكواليتي اللي حضراتكم بنشوفه فعلا. شرف لينا فعلا. شكرا لك. هنخرج لفاصل. الله يخليك. هنخرج لفاصل وبعد الفاصل عندي فقره مهمه جدا عن يوم فلسطين العالمي، حوار هيكون من عيار الثقيل بعد الفصل. شكرا. بجدد التحية لحضراتكم مرة تانية، وكما وعدناكم بفقرة خاصة عن اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين. من سنة 1977 حولت الأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر ليوم للتضامن مع معاناة الشعب الفلسطيني، وكان اختياره لأنه بيوافق ذكرى صدور قرار الجمعية العامة للمنظمة بتقسيم فلسطين لدولتين عربية ويهودية. من المفارقات هي أن الذكرى بتعود على الإخوة الفلسطينيين وهم في غزة مهددين بالقصف في كل لحظة، أو حتى بالاغتيال أو القنص في الضفة الغربية. من 1977 والأمم المتحدة بتنظم فعالية لإحياء اليوم ده، لكن بعد 46 سنة من يوم التضامن، القدس مهددة، الأقصى مهدد، الضفة الغربية يعني مخنوقة من المستوطنات. دي ملفات هنتكلم فيها مع ضيوفي الكرام. السيد حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني السابق، نورني مشرفني يا فندم، اهلا بحضرتك. والسيد ياسر ابو سيدو القيادي بحركه فتح الفلسطينيه، اهلا وسهلا منورك. مع الوزير، هل ما زال اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين هو فعلا يوم عالمي للتضامن، ام ان خلاص الراي العالمي والراي الغربي للاسف خذلونا في هذا الامر؟ لا، من ناحيه القاعده الاساسيه بالعكس، يمكن الشعوب بشكل عام بما فيه في الدول الاستعمارية القديمة اللي هي الدول الغربية أو ما شابهها لا زال يقف مع فلسطين. احنا مشكلتنا مش مع شعوبها، ولا عمره كان إنه مشكلة مع شعوب العالم، دائما مشكلتنا مع الدول الاستعمارية، وخاصة الآن أمريكا وتحالفها القديم الاستعماري، بريطانيا، فرنسا، بلجيكا طبعا حكم عنه شوي موقف أفضل، ألمانيا طبعا الآن بحكم عقدة الفاشية، هم الأساس اللي في هذا الموضوع يعني الثلاثي الاستعماري الذي يتحكم في القرار المعطل للطموح الوطني في أو للاستقلال الوطني في الاستقلال يعني حكومات هذه الدول هي التي بالأساس الدول منظومة الدول نفسها هي التي تقف عقبة أمام الاستقلال الوطني في فلسطين أو استكمال عملية التحرر الوطني الفلسطيني. بعتقد حتى الآن يعني اليوم في مجلس الأمن مثلا يعني شيء بعتقد لا يوجد انحطاط سياسي مثل ما كان اليوم مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن،
كل مشهد قطاع غزة اللي نيويورك تايمز اعتبرته عادة غزة إلى العصر الحجري. تخيل المنظر هذا، لخصت كل القضية، قالت أنه والله كان مأسور طفل في غزة. وإحنا عندنا أطفال بالجملة مش يؤسروا، اليوم بالذات إسرائيل قتلت طفلين في جنين. طفلين تماما يعني، مش أسر وطلع، قتلتهم. لم تتحدث مطلقا في جنين لسه، مش في غزة بحجة أنه والله أسروا. وعندنا عشرات الأطفال، تعرف هذا الموضوع طبعا. مشكلتنا بالأساس أمريكا، لأنه أمريكا ما وجدت قوة ردع عربية بالمعنى الحقيقي، لأنه المفترض أنه أمريكا تحسب حساب للاستثمار والاقتصاد بشكل أساسي. حتى الآن هي مش مهتمة لهذا الموضوع، لأنها مدركة أنه مش السلاح المستخدم يعني. وأعتقد أنه أحد وزراء الدول العربية قال أنه المقاطعة ليست، لن تكون سلاح في هذه الحرب. طب شو بده يكون سلاح؟ أنك تطلع في الأمم المتحدة وتلقي بيان في مجلس السلامة وتطلع ولا فارق معها، تظل لك احكي. طب احنا بنحكي من 1917، بس احنا بنتكلم عن ان هم كان عليهم التزام ادبي تجاه القضيه الفلسطينيه. مين هم بس؟ الولايات المتحده هي عندها من اول وبعد من الاول في ادب سياسي في الولايات. ما انا بتكلم، عمرك شفت الدوله الاستعماريه عند ادب سياسي؟ هل تعلم انه الدول هاي لليوم عايشه على مخازن الاستعمار اللي سرقتها من دولنا ومن مناطقنا؟ امريكا اساسا لما السعوديه حاولت استثمار تحط 100 مليار في الصين، اعتبرت انه هذا تعدي على حقوقها في استثمارات، انه كيف بيطلع لش للسعوديه تستثمر في الصين، فاعتبرت انه هذا تجاوز للمسائل اللي هي رسميتها بالاساس. هم بيعتقدوا انه منطقتنا استثمار لاحتكاري لهذه الدول. امريكا يعني الاخلاق والسياسه مش موجودات عندهم، هم عندهم سياسه احتكاريه بس بالمطلق، ما عندهمش اخلاق سياسيه. احنا من 47 لليوم عندنا قرارين، طبق قرار حتى الآن بقول لك حل دولتين. طب حل دولتين شو؟ ما في دولة موجودة، دولة تحتل دولة. يعني بدل ما يقولوا انه دولة تتحرر من دولة يقول لك حل دولتين. طب الدولة من 47 تعطينا الدولة اكثر من ذلك. القدس القدس تمام، الغربية والشرقية القرار واحد. إسرائيل مغتصب القدس الغربية، مش بس يعني الشرقية محتلتها، الدول المعترفة بالقدس الغربية عدد قليل جدا. صحيح، عشرة بجوش 10 دول أو 12 دولة يعني اللي معترف بالقدس الغربية إنها لإسرائيل. وأمريكا طبعا جديد في عهد ترامب فقط اعترفت. أنت بتحكي عن تضامن مع الشعب الفلسطيني، بالعكس أنا بشوف إن الشعوب حتى الآن يعني في دول أوروبا الغربية، حركة الشعوب في أمريكا أربكته في داخل حزب الديمقراطي الآن في حملة يعني كبيرة. الشعوب متضامنة لكن المشكلة في الحكومات، في الدول، في الدول. طيب سيد ياسر، كيف ترى الوضع المتدهور الآن داخل الأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل يعني في ظل الهدنة الموجودة المتوفرة؟ هو لو جينا للمنطق لا توجد هدنة. لو جينا لمنطق الأحداث لا توجد هدنة. الهدنة تعني بداية لحل لموضوع معين، ولكن نجد أن القوات الإسرائيلية لا زالت في أماكنها في مدينة غزة، لا زال الناس مطرودين من بيوتهم إلى الجنوب، لا زالت إسرائيل تمارس هوايتها في الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، وأطلقت زخات من الرصاص تجاه الناس. ثم خلينا نتكلم بالمنطق، أي هدنة تريدها إسرائيل؟ إحنا بنتذكر أنه في عام 1948 حدثت هدنتين. تمام، الهدنة الأولى عندما بدأت إسرائيل تنحصر وبدأت تهزم من بعض الجيوش على ضعفها، على ضعف هذه الجيوش، إلا إن إسرائيل اضطرت إلى أن تدخل هدنة. هذه الهدنة كان نتيجتها أن أتت بطائرات من تشيكوسلوفاكيا وأتت بأسلحة لعصابات الصهيونية واستأنفت القتال، أو استأنفت، بلاش نقول القتال، استأنفت القتل، لأن إسرائيل ثبت بالدليل القاطع أنها من أشهر ومن أعنف ومن أبرز القوى التي تعتدي على المدنيين والأطفال والنساء. طبعا دي حقيقة، هذه حقيقة دي حقيقة. وطبعا
خلينا نتكلم ايضا بالمنطق. لماذا اسرائيل بهذا التعنت ضد القانون الدولي؟ لانها تجد من وراءها يدعمها في سبيل تخطي كل القوانين الدولية. احنا لو عدنا الى القوانين القرارات التي اتخذت في الجمعية العامة والامم المتحدة والمجلس الامن لم تنفذ اسرائيل اي قرار منها. ليه؟ لان وراءها امريكا ووراءها بريطانيا ووراءها من جعل من اسرائيل. عشان نفهم الحقيقة اسرائيل هي كيان وظيفي في هذه المنطقة. تمام، هو امريكا وظفته في هذا المكان من اجل مصالحها والجميع. تمام، بغض النظر عن عن مصالح امريكا. تمام. للعلم في احد رؤساء الدول العربية كان في تفكيره ان يبدا في قلب اللعبه من استناد الغرب على اسرائيل ليحقق مصالحه الى ان يستند على العرب. وطبعا هذا شيء بالنسبة للاستعمار الغربي مرفوض، لأنه هو يرى في الكيان الصهيوني كيان متوائم معه هو ومع أهدافه ومع مصالحه. تمام. للأسباب التالية: إسرائيل صورة من أمريكا، صورة cut to paste. تمام. الأمريكان قاموا بتصفية الهنود الحمر وإسرائيل تسعى إلى تصفية الشعب الفلسطيني. نفس الشيء، هدول يبحثوا عن المهاجرين إلى أمريكا، يبحثوا عن أرض خالية لهم، والصهاينة يبحثون عن أرض خالية لهم، بحيث أنه لما بدأت خطوات إنشاء الكيان الصهيوني كانت تحت مقولة تودور هرتزل: أرض بلا شعب لشعب بلا وطن. صحيح. هذه القضية يجب أن تكون واضحة للجميع، ويجب أن يكون واضح أيضا للجميع أنه لا سلام مع هؤلاء الناس، لأنهم لا يؤمنون بالسلام إلا إذا كان هذا السلام يحقق لهم مصالحهم. طب أرجع لك مع الوزير مرة ثانية، برضو خلينا ندخل داخل القضية الفلسطينية نفسها. يعني حضرتك شايف أن برضو الانقسام داخل القضية الفلسطينية بيأثر على الوضع نفسه؟ عشان الناس ما تستخدمش الانقسام مضلة. الانقسام بدأ في 2007. تمام. والهيئة الانقسام أمريكا وإسرائيل وقطر اللي دخلوا حماس للانتخابات بدون أن يطلبوا منها شيء. 2006 فرضوها على أبو مازن فرض. أمريكا وإسرائيل وقطر يعني هم جاهزين، المسألة ملهاش علاقة. طب ما قبل 2007 احنا وقعنا اتفاق أوسلو 1993. تمام. من 1993 لا 2004 اغتالوا ياسر عرفات. تمام. اغتالوا رابين اولا. 95 هم اغتالوا رابين. اللي هم ليش اغتالوا رابين؟ لانه فكر يعمل سلام مع الفلسطينيين، وهذا محرم. امريكا قبل اسرائيل بالمناسبه، اللي كان ضد اوسلو الامريكان اكثر من اليهود، اكثر من اسرائيل، يعني اليمين الفاشي في اسرائيل، دينيس روس ومجموعه الاداره الامريكيه نفسها، مع انه كان رئيسهم اقرب الى اليسار في حينه، بس الإدارة ككل ضد هذا الاتفاق، لأنه شعرت أنه تم قيام باتفاق خارج المنظومة الأمريكية وهذا غير مسموح فيه طبعا، فتم اغتيال من قام به. فلذلك الموضوع أنه الانقسام مش صحيح، هاي دعاية، وبعض العرب للأسف يستخدموها للهروب من موقعهم. طيب، من 1993 لحد 2000 سبع سنوات، نتنياهو انتخب بال 96 لم ينفذ سنتيمتر واحد حتى ما تم الاتفاق عليه في واي ريفر، عملنا تفاهم سمي التفاهم واي ريفر بال 98. صحيح. الغاه رعاية امريكا. صحيح. برامج منه حق. رحنا على كامب ديفيد، رجع عمل اكبر حرب ضدنا اربع سنوات، عمل تدمير عسكري للسلطه يفوق كثير اللي صار. بس الناس بتنسى بسرعه من كثر الاحداث. لذلك الموضوع مش الانقسام. امريكا لا تريد حل القضيه الفلسطينيه باختصار شديد. امريكا تريد ان تبقى فلسطين قضيه تائهه. يعني حل ولا حل. طب 2002 بوش طرح حل الدولتين. مين منعك تعمله؟ قلت بدناش ياسر عرفات، اغتالوا لك ياسر عرفات، زحتوا من الطريق. بدنا محمود عباس، جابوا لك محمود عباس. من 2005 ل 2023 شو عملت امريكا للشعب الفلسطيني؟ طب أفسر. مزيد من المستوطنات. تمام. مزيد من الاستيطان. صحيح. مزيد من فرض الانقسام. تمام. انا بتكلم في نقطه، طب التصريح الاخير اللي خرج من جو بايدن نفسه بانه الحل الوحيد الان هو حل الدولتين، مش صحيح.
اولا جو بايدن نفسه قبل شهر قال انه حل الدولتين لم يعد موجود على جدول الاعمال، نفسه جو بايدن. نعم من شهر قال كده صح، من شهر هو حكى رسمي هذا. لما غيروا ليش؟ لانه اربك الجو العام، انه مستعجل انت على ايش؟ انه هذا الهدف خليه باطن لا تعلنه، بس لانه هو ساذج فحكى الكلام اللي سمعه اللي حفظوه اياه. انا ضد حل الدولتين بالمناسبه، هذا تعبير وهمي وكاذب وخادع. ولذلك دائما بقول انا حكيت من كم من يوم كتبت عنه هذا الكلام، انه خلينا نتمسك في اللي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنذهب مباشره الى حل دوله فلسطينيه. ليش دولتين؟ مين؟ ما هي دوله موجوده. اسرائيل هي دوله تائهه موجوده بتحتلنا. صحيح. لذلك هو لما طرح بوش تضليلي ما كان حقيقي. وللأسف تحول إلى أنه ترداد زي الببغاوات، الكل بردد فيه بالضبط ببغاء سياسي. لا بفكر في اللي فيه ولا حاجة. ومشي ها تقنع العالم أنه هذا الحكي شعار خادع. وشعار أمريكا طرحته مش للتطبيق. لتغتال ياسر عرفات مظلة. صحيح. حتى تغتاله. الآن طيب مين منعك تعمل دولة؟ شو اللي منعك؟ هو المفترض ان الامم المتحده تتحرك امام هذا المطلب. لا لا لا، احنا الامم المتحده احنا دوله في عضو منخف في الامم المتحده. تمام. من 2012. ما انا فاهم. احنا صرنا 11 سنه. تمام. عضو مراقب في الامم دوله. مين اللي هيعلن مع الوزير؟ المفروض رئيس محمود عباس. لا مين اللي هيعترف؟ احنا عايزين الاعتراف. انت عارف كم اعتراف عندك؟ اكثر من اسرائيل. تمام. واحنا الان عضو مراقب الامم المتحده، عدد صحيح. الدول التي تعترف بدوله فلسطين اكثر من الدول التي تعترف باسرائيل. تخيل. بس هو بده شأنه لأنه مرتبك بس مش أكثر، لأنه الأمريكان مهددينه. أمريكا لا تنتظر. أمريكا إحنا وقعنا اتفاق أوسلو، منظمة التحرير، إحنا صحيح. وإسرائيل اعتراف متبادل. أمريكا تعتبر منظمة التحرير منظمة إرهابية. تخيل. تمام. كيف منظمة إرهابية وأنت إسرائيل معترف فيك؟ على أي أساس؟ دليل أنه الثقافة العدائية لنا موجودة هناك في واشنطن قبل تل أبيب. تمام. تل أبيب أداة تنفيذية للفكر العداء للشعب الفلسطيني. امريكا تعتبر انه الدوله الفلسطينيه ذات السياده ليست ضمن مصلحه الاستراتيجيه. صحيح. طب اعود لك سيد ياسر مره ثانيه. طيب الوضع الحالي على الارض بكل ما فيه من انتهاكات ومجازر وقطعا كامل الامدادات، كيف سيؤثر على مسار القضيه في الفتره القادمه؟ اخي العزيز، احنا دخلنا في تجربه اكثر تعقيدا من هذه الايام، بحيث أن إسرائيل دمرت 500 قرية في أراضينا في 1948، ورحلت أهالي فلسطين جميعا إلى الضفة الغربية وإلى قطاع غزة. فهل انتهت القضية الفلسطينية؟ القضية الفلسطينية لم تنتهي لسبب، لأن هذه هم يتصوروا أن دفن الجثة سيلغي القضية ويلغي الجريمة، ولكن هذه الجثة لا زالت تتحرك وتقاتل، تقاتل في كل مكان، لأنها تعلم أنها هي الحقيقة وليست إسرائيل. دعونا يعني أنا في كثير من الأحيان بناقشني البعض حول ما يسمى بالحق التاريخي والحق الديني وشعب الله المختار وأرض الميعاد، وكل هذه أساطير صنعها الصهاينة وركبة الصهيونية ظهر الحمار اليهودي لكي تبرر الجريمة الأساسية وهي احتلال فلسطين وفيما بعد احتلال ما بعد فلسطين. ولكن نحن محتاجين إلى شيء واحد. تفضل. هذا الشيء هو عندما دعم جمال عبد الناصر الجزائر وتحررت الثورة الجزائر من خلال رجالها وثوارها، كان لابد أن يفكر العالم العربي بأن يدعم فلسطين بنفس المقياس. فلسطين لا ينقصها الرجال. وشو بنشوف احنا من يسقط؟ الشباب ما بعد أوسلو. شباب ما بعد أوسلو بيموت. بمعنى صحيح. أن فلسطين لا ينقصها الرجال. ونجد المرأة الفلسطينية تخرج وراء ابنها الشهيد لتزغرد، وكأنها تودعه إلى عش الزوجية. احنا عندنا في مصر بنقول على المرأة الفلسطينية أنها 100 راجل.
كمصطلح يعني. احنا عايزين رجالة العالم العربي يدعموا هذا العمل. احنا وزي ما بقول لك لا نطلب من احد ان يرسل لنا رجال، ولكن نطالب ان يكون هناك مواقف حقيقية وليست فوق الطاولة موقف وتحت الطاولة موقف اخر. يعني لما نطلع انا احنا العالم العربي الان بيتفرجوا على مسلسل القضاء على الشعب الفلسطيني. صح. وهل أنتم سعداء بأن تتفرجوا على مسلسل القضاء على الشعب الفلسطيني؟ أنا في المناسبة هذه بنشكر وبصدق كل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب الجلالة الملك عبد الله ابن الحسين على موقفهم اللي بيقول كلمة بسيطة جدا، لن يخرج الفلسطيني من فلسطين إلى مكان آخر، وهذا ما يقول الفلسطيني. طبعا. نحن لن نخرج من أرضنا، ممكن أن نموت وندفن في بلادنا ولا نخرج من هذه الأرض. لذلك الحل هو موقف عربي صحيح وسليم يرضي الله. بمعنى بسيط أن هذا الكيان الصهيوني الذي زرع على أرض فلسطين بتطلعاته اللي أبرزها السيد بنيامين نتنياهو على منصة الأمم المتحدة عندما عرض الخارطة وقال شوفوا احنا في اسرائيل صغيرة لكن ستكون وبين لنا من النيل الى الفرات. صحيح. شفنا الموقف ده واعلنه وكان شيء معلن. هل يدرك هل يدرك صحيح. بقول الزعماء العرب والقيادات العربية ما معنى هذا الكلام؟ انه يتحدى الجميع، هو بيتحدث عن احتلال اخر مش مجرد يعني هو بيعتبره مش احتلال، هو للأسف للأسف أنه يوم قيام الدولة الإسرائيلية اعتبروه يوم التحرير، هم بيحتفلوا في كل عام في ذكرى التحرير، وللأسف في بعض العواصم العربية تحتفل بهذا اليوم من خلال السفارة الإسرائيلية الموجودة. لذلك زي ما بنقول دائما نحن على استعداد للتضحية، وعليكم أن تقفوا خلف الشعب الفلسطيني. طيب. وتدعموه. مع الوزير خليني برضو أختم معك برؤيتك للموقف المصري تجاه القضية في هذا التوقيت. يعني مصر واضحة كتير مش محتاجة. أنا قلت لك أنا بالنسبة لي أهم ما حدث بعيدا عن المساعدات والمعبر موقف الرئيس من قصة الدولة الفلسطينية. بعتقد انه هذا موقف كان لازم يكمل فلسطينيا وثم عربيا. الان هم اليوم طرحوا في مجلس الامن لاول مره يتم الحديث بشكل واضح، يجب الاعتراف بدوله فلسطين، يجب ان يصدر قرار من مجلس الامن الاعتراف بدوله فلسطين. هذا اول مره اللجنه الوزاريه العربيه المكلفه من قمه الرياض العربيه الاسلاميه طبعا كانوا اليوم في مجلس الامن في لقاء بدعوه من الصين، تحدثوا جميعا وكان موقف واضح. بتمنى أن يكون صادقين لأول مرة، وأنا دائما بشك في هذا الكلام، أن يبحثوا عن فرض قرار مجلس أمن يعترف بدولة فلسطين. هذا إذا حدث فهو تطور، ويكون تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي قوة دفع إلى ذلك. وبتأمل أن مصر تواصل هذا الكلام في تواصل دفعها بتصريح الرئيس عبد الفتاح نحو دولة فلسطينية، وتكف عن قصة مصطلح حل الدولتين. يجب أن يلغى من القاموس السياسي. تمام. نسكره خالص. طيب. يعني لو هسألك سؤال مباشر، نواتي خلاص الحلقة انتهى، روشتة واضحة وصريحة بتقدمها للعالم كله للوضع الآن ايه هو؟ الوضع الآن قلت لك انه يجب أن تستخدم القوة العربية بكل أشكالها لفرض موقف على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لترسيخ هوية القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية ومنع إسرائيل من تدمير المشروع الوطني. هي لن تقضي على الشعب الفلسطيني طبعًا. من تدمير طبعًا. المشروع الوطني الفلسطيني اللي الآن عمليا يبدأ في غزة وفي الضفة، الضفة المستعمرات زادت 7 أضعاف ما كان حقيقة. صحيح. هذا الموضوع أنا برأيي أن الدول العربية لديها قوة هائلة إذا ما استخدمت صح. بعتقد انه امريكا ستركع مش فقط تنحني. قوة اقتصادية قصدك مثلا؟ طبعًا ادوات طبعًا خاصة. طبعا قوة اقتصادية ومقاطعة وسياحة. عندنا كل الاشكال. انت اكثر دولة مؤثرة على امريكا. هل اعتبره مثلا مع الوزير اعادة صياغة في التعامل مثلا؟ بالتأكيد. في العلاقات. طبعا انت انت بتخلي مدى ما امريكا
هي تقول لك انت بتقول ما هي مصلحتها معك، انت مالك مصلح مع امريكا. كانت زمان تهددك بموضوع الامن ايران وكذا وكذا، الان لم يعد ذلك. الان عندك روسيا والصين، وايران لم تعد عدوتك. انت عملت صلح يعني بعد اتفاق بكين، السعوديه عملت اتفاق بكين، ما عادش في مشكله مع السعوديه وايران. يعني حكي مكذبه هذا انتهى الخوف، التهديد الامني الكاذب والفارغ لم يعد على الاطلاق. اثنين، انا ليش الجا لامريكا اذا قصه تهديد؟ ما عندك روسيا وعندك الدول العربيه. طب ما هي مصر عندها قوه هائله، ما هي تكون سندي، ليش ادور على الأجنبي إذا القصة هيك؟ لذلك أنا بتصور عندك قوة، بس بدون ذلك صعب. أنا بحكي لك منتهى الصراحة، إذا لم تستخدم قوتك غير قادر على التأثير العام. تمام. كلمة من حضرتك سيد ياسر برضو عن الوضع الحالي، ولنقل كيف يمكن معالجته على أقل الأمور. أنا بدي أقول كلمة بسيطة، فضل كلمتين بسيطين. فضل جدا. فضل. احنا بنسمع عن الدبلوماسيين وعن السفراء وعن، ولكن بننسى ان اول سفير على وجه الارض كان سنوحي. وسنوحي كان شخصية مصرية قديمة، وكانت اول من ربط مصر بفلسطين من خلال العلاقات الدبلوماسية، وكانت اقامته في مجده في شمال فلسطين. بمعنى ان ارتباط فلسطين بمصر مع ارتباط التاريخ بنفسه. تمام. الشيء الآخر أني هذا الكيان الصهيوني، صدقني أن من الممكن جدا تدميره من خلال ما قاله أخي سعادة الوزير، أن يقف العالم العربي موقفا إيجابيا. وبدي أذكر الجميع عندما وصل الجنرال تشوارسكوف بعد أن دمر العراق ونزل في مطار بنغوريون في فلسطين، خلينا نقول اللد أو اللد، أول ما سلم على القائد الجيش الإسرائيلي قال له سيدي لقد قمنا بتدمير العراق من أجلكم. بمعنى أبسط أن كل من يتصور أنه بعيد عن الأهداف الصهيونية بيكون واهم، لأن إسرائيل ترى نفسها بكيان من النيل إلى الفرات، نعيد مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف. هم بيعدوا أصلا، مكتوب على صحيح. جدار الكنيسة. من سئل مناحم بيجن في مدينة الإسماعيلية سيادة رئيس الوزراء، لماذا أقمتم سفارتكم غرب النيل، نهر النيل، غرب النيل؟ فقال لهم وهل يضع شخص سفارته في داخل وطنه إلى هذه الدرجة، هذه الوقاحة اللي من رئيس وزراء ليقول هذا الكلام؟ وللأسف في كثير من الناس بيخدوه على أنه مش مهم، ولكن لا، هذه أهداف في عقول هؤلاء الناس. ويعني مشير ديان في يوم من الأيام كان على معبر الكرامة، فبتمر امرأة فلسطينية وجايبة معاها التمر من المدينة، فبتطلع فلقى تمر، فبتقول له تفضل، قالها لن آكل هذا التمر إلا في المدينة المنورة. هؤلاء الناس مصرين على أن تبقى أهدافهم، ومصرين على أنه يحققوها. وإن لم نقف في وجه هذا التسونامي فسيحققها، ولن يحققوها إن شاء الله. بأمر الله لن يحققوها، ومش حاجة اسمها من النيل إلى الفرات، ولا من الفرات من النيل، ولا أي شيء. مع الوزير حسن عصفور، نورتني وشرفتني، ومكانك وأرضك وأهلك طبعا. أهلا وسهلا، يعني أهلا بحضرتك. وسيد ياسر أبو سيد، نورتني وشرفتني، أهلا بحضرتك. كده حلقتنا النهاردة من 90 دقيقة تكون انتهت. هذه الفقرة كما يقال في المثل الشعبي، أهل مكة أدرى بشعابها، هم أهل مكة، تحدثوا عن وأنتم أهلنا. وطبعا نحن أهل، طبعا ده مكانته كما أشرت في البداية. يعني بكده حلقتنا انتهت من 90 دقيقة. بشكركم وإلى اللقاء.